الاسم ديالي سبيعي عبد العزيز، من مواليد 52، داخل ب 67 سنه الان، من القنيطره، من قبيله المناصره، جماعه بن منصور. خرجت من المدرسه في سنه 1968، في 2017 في الاخر ديالو، كان تقريبا الانسكريبسيون تسالي. جلس انا واحد الاخ ديالي في القهوه، جالس بحال وقلت ليه كيفاش هذيك القضيه ديال البكالوريا، مع هو ثاني رجل تعليم كان متقاعد. قلت له هذه القضيه ديال التعليم ديال البكالوريا كيفاش قال لي؟ قال لي راه عندك حق. انا قلت انا يمكن ما عندي حق فيها. قال لي سير سول راه غادي تشوف. بالفعل مشيت للسيبر، السيبر قلت له الانسكريبسيون، قال لي راه باقا، كانت ديك الساعه باقا شي 4 جوج، يمكن كان اثنين ما ثلاث، وكان غادي يسالي داك الشيء في الجمعه. وقال لك صافي، فتح هذيك منا الانسكريبسيون طنطن. مشيت للاكاديمي، سولت الدراري، قلت لهم البكالوريا خصها اون بريباراسيون. كيفاش الله يرضي عليكم، انا عندي سنين، مع نصف قرن، كيفاش غادي ندير؟ قال لي يا عمي سير واحد المكتبه، قول له تيري لك بحال هاد الوريقات هادو، بحال هكا مقرر. تيريت بزاف، راه كانوا غير كنت ملي تاني شريت واحد الكتاب كبير وحيت الاخرين، تيريت بحال هذا، تيريت المقرر ديال الفلسفه ديال الاجتماعيات كامل، ديال التربيه الاسلاميه كامله، كل شيء، شريت الكتاب ديال الرياضيات، شريت هذا، بقيت تنبريباري راسي. اخفقت في الدوره الاولى، ولكني كنت مع المستدركين، لقيت راسي مع المستدركين. ديك الساعه قلت هذه هي الوجبه، بقات 15 يوم، يمكن كانوا عطاونا ديك الساعه هكا لو 25، عطاونا الريزولتا في ذاك لو 24 23، ولو 10 غنبداو. بديت تنحفظ ليل ونهار في هذيك المرا، صافي تجري على الدراري بحال هكا، الا كان الدري صغير ولا شي حاجه تقول صافي خلي باك يحفظ. وهذا كما قال واحد في تعليق، احسن تقول له سد على باك الباب خليه يحفظ، احسن ما يخليه ناعس. عطيت ما في جهدي، بقيت تنتسنى الريزولتا، جاب الله، انجحت وفرحت، وفرحت الوليدات والعائله، وبغيت نمشي للطابلو ونكونوا واقفين دراري ونشوف الريزولتا ديالي ونديروا تانا واو بحالك، بحال الدراري. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكمل القرايه ديالي. احسن هو الجامعه احسن شعبه اللي غادي تجي معايا هي الدراسات الاسلاميه، دين ودنيا. النجاح ديالي الاسره اللي قراتني من بعد التعليم العادي ديال الدوله، هي اسره الجيش الملكي، تما فين قرينا مزيان تما، وعلى راسهم سيدنا جلاله الملك، اللي من هذا المنبر الموقر تنطلب باش نزورو، تنطلب الزياره ديال سيدنا. كنت كنشجعو، كنقول لي انا متاكده باللي يعني ملي جبتي الاستدراكيه دابا انا متاكده 100% باللي غادي تنجح. يعني هو كيبغي القرايه بزاف، ومهما جاب يعني الاستدراكيه من اول مره، ويعني مده طويله ما قراش وداكشي، يعني كنت متاكده 100% باللي غادي يكون نجاحنا ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كان وفرحنا وفرح العائله ديالنا. انا ما نقلش نهائيا، يمكن ادري ما نحلفش على واحد، هذاك اللي ايلين دو ان في لا بروميير سيسيون، هذاك ما عرفت فين دار الاستاذ، انا قلت للدري قلت له اكوايت ايغال ايلين دو ان، قال لي ايغال زيرو، هذه كيما زدت بها واحد الان بوان، لا بغا يحيدوها دابا يحيدوها. انا ناجح ايوا هذا هو.